هنا في مخيم النازحين التابع لأبناء محافظة الجوفة التقينا بالأخ مبخوت سعيد أحد أبناء الشهداء في هذه المنطقة. نريد منه أن يطلعنا على قصته أثناء نزوحهم من محافظة الجوف وأثناء تواجدهم هنا في مخيمات النزوح. مبخوت بن سعيد بن حسن استشهد أبوي عام 2011، يعني الحوثيين هجموا على منطقة الجوف فكان هو من القائد فهجم عليهم فاستشهد، ومن معه استشهد صالح مبخوت أخوي ولد عمي استشهدوا، بعدين تم الحرب وتم وهجموا على البيوت وهجموا على بيوتنا وطردونا ومن مدارسنا ومن، وبعدين نزحنا لبير المرازيق، بعد ما نزحنا من بير المرازيق نزحنا لبير المرازيق ولا نجد ما ناكله ولا نجد ما ولا نجد أي مدارس ولا أي ما ولا ماء ولا شيء. في المرازيق قعدنا شهرين، وبعدين جلسنا في بير المرازيق هناك، وأخواني هناك 12 منهم 12 سبع بنات وخمسة عيال. بناشي حرب استمر حوالي 5 سنين أو 6، فجر المنازل الناس وشردهم، فجر كل منزل في الجوف. بعدين نزح عمي إلى هنا إلى المنطقة هذه، وأنا نزحت معه أهلي هنا في بير المرازيق. لا زالوا الحوثيين في بيوتنا وقاموا بتلغيم الأرض وعادوا بها إلى الآن. المهم بالله ويت نطلبها من 50,000 من 100,000، ما في ويت قريبة منا ولا بير. لا يتصلنا أي غاثة من حكومة ولا منظمات ولا من أي شيء. إحنا في الجوف قدرنا بقى حول 5 سنين أو 6 سنين ما وصلتنا أي غاثة ولا شيء. والآن متواجدين في مخيمات في بير المرازيق ولا نجد ما ناكل ولا شيء. وأنا طالب سيادة الرئيس وكل من هو متعاون أن يعاونونا، ولا نجد ما ناكله ولا نجد خيام ولا نجد شيء. وأنا أقول لهم يدون أي متطلبات الحياة، نضحينا بأهلنا وأخواننا وأبائنا وكلهم راحوا. أي فرد الجميل أقل شيء يقوم بمساعدتنا جزاهم الله خير. رسالة للحوثيين أقول له كل من الأخوان يتجمعوا عليه ونهجوا من بلادنا لين نرجع لها. نريد منازلنا ونريد بيوتنا ونريد مدارسنا وبيرنا وكل ما هو لنا هناك، يعني شردنا. ينتظر هؤلاء العودة إلى ديارهم في محافظة الجوف بعد أن هجرهم الحوثي منها قبل أشهر، وحتى يعين موعد التحرير تظل المعاناة في مخيمات النزوح سيدة الموقف. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، رويك.